لو الحكايه فيها ان في احنا بنفسك الاول كلمنا النهارده على انوي اول يوم تنسيق بتوفروا كم معمل كل معمل فيه كم هي حاليا دلوقتي موفرين معملين وطبعا في حالة زيادة العدد عندنا مفيش مشكلة ان نعمل 2 3 4 5 6 اي عدد من هو كم معمل اساسا موفرين للموضوع؟ احنا موفرين 4 2 شغالين دلوقتي و2 ستاند باي لو في زيادة هتشغلوا الاثنين الموجودين ونشغل اكتر كمان تمام كل معمل فيه كم جهاز؟ 30 جهاز بالنسبة للتجهيزات المعامل أساساً كانت بتبدأ من قد إيه؟ عميل الكلية كمان موفر معمل لذوي الاحتياجات الخاصة ده موجود هنا السنة دي ولا؟ يعني وما يتعبوش يتم استقباله تحت بعد موفرين مع مدرج استقبال أولياء الأمور الكلام ده السنة دي ولا كل سنة على نفس النظام؟ احنا بنعمل السنة دي بشكل يعني مستمر ولكن طبعا في اضافه من العميد السنه دي على معمل ذوي الاحتياجات الخاصه. طيب بالنسبه للتحضير اساسا كان قبل التنسيق بكم شهر او بكم اسبوع؟ تحضير المعامل بدا قبل التنسيق بكم شهر او كم اسبوع؟ عندي كليه هندسه مستمره طول العام هي نطور الاجوبه بالنسبه يعني لل تستقبل طلبه وتستقبل سكاشن وتستقبل لو في مشكله في كمبيوتر لو في مشكله في نت طبعا بيتم اصلاحها في ناس فنيين هاردوير وسوفتوير لو البرامج سيرتر بيعملوها لو الهاردوير بيعملوها من الساعة 9 لغاية دلوقتي هل في مشاكل حضرتك رصدتها؟ لا مفيش مشاكل طبعا اما بيجوا مين اللي بيتم مساعدتهم يعني حد بيقعد معاهم؟ مشرفين حضرتك لو بصيت هتلاقي مشرف بيقعد مع الطالب او الطالبة بيساعدهم في كيفية ان هم يدخلوا رغباتهم ما بيدخلوش ما هوش رغبات هو بيساعدهم في كيفية تمام لو حضرتك حطيتنا عدد مبدئي لغايه دلوقتي كام حد ممكن يكون قد لغايه دلوقتي؟ مش اقل دلوقتي اعتقد مش اقل من 600 700 حتى 12 هل التنسيق امتى لغايه امتى؟ يوم الخميس والنهارده لغايه الساعه كام؟ مبدئيا الساعه 3 طالما تواجد طالب مش هنقفل طالب او طالبه يعني.